بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا سهل لنا فعل الخيرات واعطنا خطابا فيه من اليسر ما يكفي من يريد أن يستفيد منا أن يفهم عنا بعض ما أتيتنا من حكم يا ربنا يا حكيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. يقول ربي أتواصوا به، أي تأمروا عليه وتفهموا بالدرقة، وهذا تبعتهم وما يقول لك حد شيء، هم تلموا من ناس بغضين الحق ودائما يحاربوا في كل من يظهر رايد الحق، يلزم يتفاهموا عليهم تحت حسب كيما الصهاينة تفاهموا على الإسلام حتى كادوا أن يقضوا عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخير في وفي أمتي حتى قيام الساعة، ورغم أن هاورين الخير تو في حتى أمة أصوى فارسيون واتبعت ملا مذهب ملا شيعي، فيه من الشيعة الأبطال الكرام اليوم على أساس صحيح مع رسول الإسلام وآله عليهم السلام، وفيهم الأكثرية من أهل الفتن. على كل حال، الفيران فما ريح طيبة لا بأس بها، عملت بالقرآن فيما خصت المجال وأعدوا لهم ما استطعت من قوة. هاو إيران قامت بثورة، اللي قالت لي باطل قالوا كف، ضربوا على يديه وراوا العجب العجاب ودار العلم كله، ولم يلقى ملجأ يطمئن فيه حتى مات شر الميتات. نعود إلى هذا الموضوع بالذات، تراو اللي كونوا القناع بتاع الكفار والمنافقين والخائنين والمثليين وغيره وغيره قد سقط وكاد يسقط إلى مدة طويلة إن شاء الله.